محاولة تدمير وإبادة جماعية في غزة. وأظن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي كانوا واضحين في هذا الأمر. الأرقام مرعبة، أرقام الضحايا، حجم الدمار، حجم غيره، سقوط أخلاقي واضح جدا حتى للغرب والولايات المتحدة. كمان عاوزين حتى لو الناس بتختلف أو تتفق حوالين العمليات المقاومة، لكن يجب أن ننظر إلى ما سبق هذا من استفزاز، من ضغط، من تهجير للفلسطينيين، من استيلاء على أراضيهم. يعني المستوطنين دول بيستولوا على أراضي فلسطينية، والنقطة بالإضافة لخيامهم باستفزازات يومية، استفزازات والمسجد الأقصى وغيره. صحيح. وإحنا فاكرين أنه في 21 و22 حي الشيخ جراح ثم 22 نفس اللي بيحصل. فبالتالي هنا إحنا بنتكلم على استفزاز مستمر ورفض للالتزام حتى باتفاقيات السلام أو بالأعراف والقوانين الدولية. هذه النقطة المهمة. يمكن بعد ذلك أن نتحدث في أي تفاصيل. ما يحدث الآن يعني معنى إبادة. كلام حضرتك أنه هو إحنا هنا مش بنبرر ولا بنشرعا، لكن بنوصف أنه عمليات المقاومة سواء اتفقنا أو اختلفنا معاها، لكن هي في النهاية نتيجة لتراكم غضب، رد فعل مش فعل. رد الفعل هنا ممكن نحن نقيمه في سياق الأحداث، لأنه تجاهل إسرائيل لحقوق الفلسطينيين الإنسانية، تجاهلهم وحصارهم والاعتداءات المستمرة والاستفزاز المستمر والاستيلاء على الأراضي. هنا احنا نقدر نقول انه في رد فعل، وفي كمان إعادة للقضية الفلسطينية الى الواجهة، لانه القضية الفلسطينية خدت مراحل كتير ومرت بمراحل كتير جدا. يمكن مصر اكتر دولة معاها مفاتيح هذا الامر ومدركة وبتتعامل مع الامر بوضوح وبشرف، لأنه لا يمكن ترك الشعب الفلسطيني نهب لاحتلال استيطاني بيطرده من أرضه ويعاقبه كل يوم على أفعال لم يرتكبها. وكمان ما حدث بعد 48 ثم 67، خروج الناس من أراضيهم، في ناس معاهم مفاتيح البيوت لحد دلوقتي وما رجعوش. فكرة العودة دي فكرة مهمة جدا وجزء من اتفاقيات السلام. فاحنا لو احنا بنتكلم في اصل القضية، ودايما مصر بترجع الى اصل القضية، اصل القضية والحق الفلسطيني، الاراضي الفلسطينية، الدولة الفلسطينية، عاصمتها القدس. واحنا عارفين انه على مدى سنوات حصل اشتباكات كثيرة واعتداءات كثيرة. طيب انتفاضة الحجارة اللي مات فيها عشرات الالاف من الفلسطينيين والاطفال بالذات اللي تم قتلهم وقنصهم وغيره، ده كان رد فعل ولا كان عقاب وكان تطرف اسرائيل؟ ما حدث في الانتفاضة الثانية نفس الشيء، ما حدث في انتفاضة الاقصى نفس الشيء، حي الشيخ جراح نفس الحكاية. في خمس جولات مختلفة من هذا الأمر. أعتقد يمكن الرئيس كان موضح جدا لبلينكن النهاردة وزير خارجية أمريكا أن أنت بتتكلم في 15,000 وأكثر من الفلسطينيين ضحايا وشهداء مقابل أقل من 2700، منهم 1500 في آخر مرة. و1500 دي لازم تلفت النظر إلى أنه ده اختراق استراتيجي وفشل لأجهزة الأمن وفشل لإسرائيل في الحماية، وفي نفس الوقت ده كشف عن أنه في كل هذه السنوات لم تستطع أن تنسي الفلسطينيين أرضهم وقضياتهم. وبالتالي بدلا من رد الفعل الانتقام، حقف معك أستاذ أكرم عند فكرة الفشل الاستخباراتي الأمني الإسرائيلي. هو ده طبعا الواضح، يعني أي حد حتى لا يفقه السياسة يشوف بإمكانيات بدائية جدا جدا لعناصر المقاومة يستطيعوا يصلوا إلى عمق إسرائيل بالشكل ده ويوجعوهم الوجع ده ويحتجزوا رهائن ويعودوا بيهم غانمين سالمين إلى غزة، لا ده مش اختراق، ده فشل عسكري أمني، فشل زريق. بس هو السؤال مش عارف أسأله لك إزاي الحقيقة، هو فعلا إسرائيل بهذا الفشل الامني، يعني ده صفر استخبارات، صفر معلومات، صفر تنصت، صفر كل حاجه، يعني الموضوع سهل لدرجه يصعب تصديقها. في سؤال حضرتك بتساله، انه في ناس بيسالوا بيقولوا ممكن تكون اسرائيل سمحت بده على اساس انها تعمل اباده. طيب اذا انت بتتكلم على يعني هو سيناريو مطروح بالتداول، طب الصواريخ اللي قبل كده اللي كانت بتسقط والقبه الحديديه، 5000 صاروخ اطلقوا في وقت واحد وبالتالي ارباكوا النظام الدفاعي اللي هو تكلف مليارات. اسرائيل لديها اقمار صناعيه صح ولديها اجهزه استخبارات، لكن خلينا نقول واحنا في ذكرى 50 سنه من انتصارات اكتوبر ان اسرائيل كانت القوة التي لا تقهر، واعلنت ان هي خط بارليف ده يصعب ويستحيل، ومع ذلك المصريين
عبروا ودوبوا الساتر الترابي في خط بارليف بخراطيم الميه وبطرق بدائيه. اذا الامام يعني انت مش مع السيناريو ان هو يصب في مصلحه اسرائيل فتركوه هو عشان يبدو هو مبرر قدام العالم. كيف يصب في مصلحه اسرائيل؟ ممكن ده ممكن كل الاسئله مطروحه وواضح جدا انه بيقولوا ان دي زي 11 سبتمبر اللي بدات امريكا فيها تسيطر على العالم. لكن احنا خلينا نتكلم يعني القوى الباطشه يا استاذ اكرم، انا بديك سيناريو كامل عشان المواطن حتى يفهم السؤال. القوى الباطشه في العالم بتبقى محتاجه في بعض الاحيان الى مبرر او ذريعه علشان تمارس بطشها بمبرر وذريعه وتتغاضى عن القانون الدولي زي ما امريكا عملت بعد 11 سبتمبر. طيب خلينا نقول المبرر والذريعه، ماذا كان المبرر والذريعه في حي الشيخ جراح؟ ماذا كان المبرر والذريعه في 2022 في صيف العام الماضي؟ ماذا كان المبرر في انتفاضه الحجاره؟ ماذا كان المبرر في انتفاضه؟ ده تقليل من حجم وقوه واخلاص وايمان الفلسطينيين، وده انا مش بقصره على حماس فقط، انا بقصره على الجميع. واتمنى انه يعني خلينا ناخد الرؤيه المصريه في هذا الامر. لانه وجهه النظر المصريه، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤيه سابقه لاولها. خلينا نقول انه الرئيس حذر كذا مره من انه هذا الضغط يولد انفجارات. صحيح. ومن الافضل، لم يفوت الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصه واخرها في مؤتمر قمه جده الاخير وقمه جده للتنميه وكل مؤتمرات القمه اللي حضرها، انه القضيه الفلسطينيه لا بديل عن الدوله الفلسطينيه. وخلينا نقول اذا كان الهدف هو سيناء فقد وضعت مصر خطها الاحمر بشكل واضح وفي التوقيت والزمان بشكل كامل. وبالتالي فدي فشلت، اذا كان هناك هدف بهذا الامر فشل. انتوا فشلتوا قبل كده في انكم تبيدوا الشعب الفلسطيني او تنهوا قضيته. حتى الجزء الدعائي، الصور، يعني خلينا برضو نقول احنا بنقول دي حروب صور وحروب فيديوهات. صح. ها عصر حرب الصور. اسرائيل روجت في الايام الاولى انه الفلسطينيين بيقتلوا مدنيين وبيذبحوا الاطفال وغيره، وطلع بايدن نفسه اخطا وتراجع عن هذا. لكن اثبتت التجربه الان الصور والفيديوهات العالم كله يراه. وكانوا بيمنعوا، انا بقول ليه سقوط اخلاقي للغرب؟ الدول الغربيه اولا اعلنت تضامنها مع اسرائيل فيما يزعمون انه الدفاع عن نفسها دون ان تستعيد وتنظر الى القضيه الرئيسيه اللي هي الضغط على الفلسطينيين. هذه نقطه. النقطه الاخرى انه مطاردة الصحفيين والإعلاميين، يعني صحيح. اللي بيتكلموا على الحريات والحقوق أظن النهاردة تأكدت هذا الأمر لدرجة إنه الميديا اللي بيشيل درجة إنه أحد النشطاء اللي كان في مصر وكتب موضوعات يزعم فيها تعذيب الأقليات وكذا وكله كان كذب، ومع ذلك حكم وخرج. النهاردة تم منعه من جواز سلام ومشاركات. انا بقول لك اضيف الى ذلك ان في مواقع التواصل الاجتماعي وشركات التواصل الاجتماعي بتمنع وبتشيل البوستات اللي فيها تضامن. فيسبوك وتويتر بيتضامنوا ضد الفلسطينيين. صحيح. يعني انت صحيح. بتتكلم في حرب حقيقيه وحرب سيبرانيه ضد الفلسطينيين. ومع ذلك خلينا نقول ان الشعوب الحيه في اوروبا والولايات المتحده النهارده بتخرج الصور الحقيقيه. انا هرجع لفكره الصوره انه الاسرائيليين روجوا في ظهرة الست المستوطنة اللي قالت دخلوا وقالوا احنا ما بنقتلش الاطفال وسابوهم ومشوا واللي عالجوهم وكذا. بالعكس ما قال، يعني جايبين الشهداء الفلسطينيين المدنيين عرايا وبيمثلوا بجثثهم وبيطلقوا عليهم النار وهم جثث. يعني احنا صحيح. بنتكلم على صورة لا اخلاقية.